بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية 63. إذا نستأنف مع الأمثال باللغة الفرنسية ومعنا أول مثال: seuls ceux qui sont prêts à prendre le risque d'une terrible défaite rencontreront une formidable victoire. Seuls ceux, فقط أولئك. يعني هذا من حيث المعنى العام. طبعا الحال seul تتعني وحده. طبعا الحال بدون S، هنا عندنا seul avec S، إذا المقصود به وحدهم. إذا وحدهم أولئك. إذا بما يعني عموما فقط أولئك. seuls ceux qui sont prêts، فقط أولئك الذين هم مستعدون. إذا نقول عن شخص بأنه prêt يعني أنه مستعد. à prendre le risque، لأخذ المخاطرة. le risque يعني المخاطرة. à prendre le risque، طبعا الحال prendre هو أخذ. apprendre لأخذ le risque المخاطرة d'une terrible défaite لهزيمة مخيفة أو كما لو نقول نكراء. إذن أولئك الذين هم مستعدون لأخذ مخاطرة لهزيمة منكرة ستعتبر أو هزيمة مخيفة rencontreront يعني أنهم سيلقون سيصادفون rencontrer يعني أنك تلتقي شخصا أو تلتقي شيئا. إذن هذا لو verb rencontrer. إذن هنا عندنا rencontreront لو verb rencontrer conjugué au futur simple. إذن عندنا لو verb rencontrer مصرف في المستقبل. أولئك الذين يخاطرون بهزيمة منكرة ماذا سيلقون؟ rencontreront une formidable victoire. formidable تتعني هائل ضخم رهيب إلى آخره. إذن rencontreront une formidable victoire يعني أنهم سيلقون نجاحا هائلا أو نجاحا ضخما. إذن الناس اللي تخاطروا شي حاجة اللي فيها النجاح طبعا الحال ماشي أن الإنسان يخاطر بشي حاجة اللي لا نجاح فيها. إذن هاد الناس اللي تياخذوا هاد المخاطرة على أساس باش يوصلوا لواحد النجاح، إذن هاد الناس النجاح ديالهم تيكون هائل. إذن seuls ceux qui sont prêts à prendre le risque d'une terrible défaite rencontreront une formidable victoire. في المثل الموالي: si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose. si vous ne pouvez pas، إذا لم تستطيعوا، المقصود إذا لم تستطع. si vous ne pouvez pas، إذا لم تستطيعون، طبعا الحال عندنا الفيرب بوفوار يعني استطاع أو أمكنه. إذا si vous ne pouvez pas، إذا لم تستطيعون فار فعلة، طبعا الحال فار يعني فعلة، فار فعلة de grandes choses أشياء كبرى. يعني إذا لم تستطع فعل أشياء كبيرة فات دو بتيت شوز يعني افعل أشياء صغيرة دو فاسون غرونديوز بشكل عظيم أو بشكل ضخم. إذن على الأقل إذا لم تستطع فعل أشياء كبيرة فافعل الأشياء الصغيرة ولكن بإتقان. هذا هو المقصود هنا. سي فو نو بوفي با فار دو غروند شوز فات دو بتيت شوز de façon grandiose. يعني بطبيعة الحال الإنسان هنا وبهذه الأمور بطبيعة الحال الإنسان يستطيع النجاح. في المثل الثالث عندنا: la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. la meilleure façon أحسن طريقة. la meilleure façon يعني أحسن طريقة de prédire l'avenir بأن تتنبأ بالمستقبل. أحسن طريقة للتنبؤ بالمستقبل أدولك خي هو أن تصنعه، هو أن تصنع هذا المستقبل. إذا عندنا لو فيرب بريدير كي فو دير أنونسي دافونس سو كي دوا أريفي. أنونسي دافونس يعني أنك تعلن مسبقا، دافونس يعني أنك تعلن مسبقا سو كي دوا أريفي الذي سيقع، ما يجب أن يحدث. بطبيعة الحال سو كي دوا أريفي هنا عندنا لو فيرب دوفوار إي لو فيرب أريفي. سو كي دوا أريفي الذي يتوجب أن يحدث، المقصود أن تتنبأ بما سيحدث. هذا هو المقصود هنا. إذا لا ميور فاسون دو بريدير لافونيغ إي دو لو كريي، أحسن طريقة للتنبؤ بالمستقبل
هو أن تخلق هذا المستقبل، يعني أنك تعمل على صناعة مستقبلك خير لك من أن تبقى جالسا تتنبأ بهذا المستقبل هل سيكون جميلا أو سيئا. في مثلنا الموالي au début on vous demandera pourquoi vous le faites puis on vous demandera comment vous l'avez fait. au début في البداية، le début هو البداية، au début في البداية on vous demandera يعني أن الناس تطلب منك، demander هي طلب أو سأل، on vous demandera يعني أنهم يطلبونك أو يسألونك pourquoi vous le faites لماذا فعلته، لماذا فعلته أو لماذا فعلتمه كما عندنا هنا. المقصود هنا أن الإنسان ملي تيقوم بواحد العمل أو تيبدأ في واحد العمل الناس تجي عنده تقول له علاش درتي هذا العمل، يعني أنهم تيلوموه على هاد البداية وتعتبروها بأنها بداية غير موفقة. Puis on vous demandera comment vous l'avez fait. ثم بعد نجاحك طبعا الحال on vous demandera يعني أنهم يطلبون منك أو يسألونك comment vous l'avez fait. Puis on vous demandera comment vous l'avez fait. ثم يطلبون منك أو يسألونك كيف فعلته، يعني تبغوا يتبعوا الطريقة ديالك باش يوصلوا النفس النجاح. إذن كما نلاحظ بأن الإنسان عموما عندما يبدأ مشروعا أو عملا فعليه هو أن يفكر في ذات هذا المشروع. ممكن أن الإنسان يصغي للآخرين ليرى آراءهم، لكن التمحيص والاختيار يكون له هو. ممكن الإنسان يستشير الآخرين لأخذ أفكارهم خاصة من ذوي التجارب، لكن يبقى اختياره هو نظرا للظروف التي سيقبل فيها على هذا العمل. إذن au début on vous demandera pourquoi vous le faites puis on vous demandera comment vous l'avez fait. إذن في البداية يطلبون منك لماذا فعلته، ثم بعد هذا puis on vous demandera ثم بعد هذا يطلبون منك كيف فعلته. إذن au début on vous demandera pourquoi vous le faites puis on vous demandera comment vous l'avez fait. في المثل الموالي fais tes projets en silence. افعل في عندنا الغير فاغ في الامر. fais tes projets افعل مشاريعك en silence. افعل مشاريعك افعل اعمالك en silence. في صمت. la réussite se chargera du bruit. la réussite يعني النجاح se chargera يتحمل du bruit. فالنجاح يتكلف بالضجيج. النجاح يتحمل عملية الضجيج أو أنه يتكلف بالضجيج. سو شارجي دو كيلكو شوز يعني أنك تتكلف بها وتتحملها. هنا طبعا عندنا لغة سو شارجي يعني تكلف بشيء أو تحمل عملا ما. طبعا عندنا أيضا لغة شارجي يعني أنك أنت تكلف شخصا أو شخصا يكلف شخصا آخر. عندنا لغة شارجي وعندنا لغة سو شارجي. Le verbe charger المقصود به mettre une charge sur يعني أنك تضع حمولة على ناقلة على وسيلة نقل معينة أو في أي شيء آخر. إذا نتكلم على le verbe charger. إذا طبعا الحال عنده معنى آخر كما قلنا، هذا le verbe charger عنده معنى آخر معنوي يعني أنك تحمل شخصا كما لو تحمل عليه شيئا، ولكن المقصود أنك تحمله مهمة. لكن اللي عندنا هنا عندنا لو فيرب سو شارجي يعني ان الفاعل هو الذي يحمل نفسه ان صح التعبير، الفاعل هو الذي يكلف نفسه. اذا لا غيسيت سو شارجرا، اذا النجاح يتكفل او يتكلف بماذا؟ ببغوي، يتكلف بالضجيج. اذا بطبيعة الحال انت ما عليك الا ان تعمل في صمتين، وعندما تنجح فإن هذا النجاح سيسمعه الناس وسيحدث ضجيجا. هذا هو المقصود بأن الإنسان عليه أن يتفادى الضجيج أثناء عمله حتى لا يشوش عليه الآخرون، وعند نجاحه فإن هذا النجاح هو الذي سيتكلف بهذا الضجيج. إذا فتح بروجي أن سيلونس لا غيسيت سو شارجرا دي بروي. في المثل الموالي
si quelqu'un te traite d'amateur. Si quelqu'un te traite d'amateur, rappelle-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. Si quelqu'un te traite d'amateur, إذا شخص عاملك كهاوي أماتور طبعا الحال عنده معاني أخرى من ضمنها هاوي ما معنى هاوي؟ يعني أن الإنسان فقط هاوي لنشاط ما وليس محترف فيه إذا سيكيلكا توتخيل داماتور إذا شخص عاملك طبعا الحال عندنا لفيرب تخيطي تعني عمل داوى أطعم عالج إلى آخره لكن الذي يهمنا هنا أن عند المعنى ديال عامل إذن سيكل كانت تخيط إذا شخص عاملك داماتور داماتور يعني كهاوي ولم يعاملك كبروفيسيونيل يعني كمهني يعني تقول لك أنت يالله بادي في هذا العمل أنت ماشي محترف في هذا العمل إلى شخص عاملك بهذا الشكل غابلوي يعني ذكره غابلوي كو سو سون دي زاماتور بأنهم الهواة ذكره بأنهم الهواة كيون فيلارش دنوي بأنهم الهواة الذين صنعوا هنا عندنا الذين فعلوا الذين صنعوا ماذا؟ لارش دنوي الذين صنعوا سفينة نوح طبعا الحال لارش في اللغة الفرنسية عندما نقول لارش هذه تكفي أننا تنعني بها سفينة نوح طبعا الحال نضيف دنوي لنؤكد الأمر إذن أون في لارش دنوي إنهم الهواة الذين صنعوا سفينة نوح ونعرف جيدا كيف أنها نجحت في مسلكها أدي بروفيسيونيل وذكروا أيضا بأنهم المحترفون أدي بروفيسيونيل كيون في لو تيتانيك بأنهم محترفون الذين صنعوا تيتانيك طبعا الحال ونعرف خاتمة تيتانيك التي غرقت إذن عندما شخص يقول لك أنك أنت فقط مجرد هاوي ولست محترف أنت فقط مجرد إنسان ليس لك خبرة في هذا العمل فذكره بأن المحترفون هم الذين صنعوا سفينة تيتانيك وأن الهواة هم الذين صنعوا سفينة نوح والتي بطبع الحال نجحت في مسلكها سي كيلكان تتخيط داماتور غابلوي كو سو سون دي زاماتور كي اون في لارش دو نوي اي دي بروفيسيونيل كي اون في لو تيتانيك إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.